السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح مع بعض النهارده محاضرة كوندكتيف سيستم بيسنج. يمكن الموضوع صعب شوية طبعا بعد محاضرة الدكتور مختار هيز براكتسنج الكوندكتيف سيستم بيسنج على شكل واسع في إنجلترا، بس هنحاول إن شاء الله مع بعض ناخد الهنتس اللي هي ممكن نتسائل فيها كإكزامز، وان احنا نعرف موضوع كوندكتيف سيستم ميسنج من صوره اقرب. طيب المحاضره ديت كانت بدات فيها من فين؟ يعني تقريبا من حوالي 5 أو 6 سنين، وبدات بالسيبتال بيسنج المحاضره، بعد كده ليفت باند بيسنج اضفناه للمحاضره. هنبدا مع بعض الهيز باند بيسنج، وان كان هو دلوقتي مش هو الاسهل ومش هو الموست كومنلي يوزد. الموست كومنلي يوزد هو الليفت باند برانش اريا بيسنج، ولكن كل الكونسبت بتاعت الليفت باند برانش اريا بيسنج كانت على اساس الهيز باند بيسنج وطريقه المابنج للهيز باند. طيب ات فيرست ليست اسك اباوت يعني هواي اللي احنا لجأنا للكوندكتيف سيستم بيسنج والليفت باند برانش اريا بيسنج. لو رجعنا دورنا على التاريخ بتاع البيسنج من الاول خالص، كان الموضوع كله بادئ ب في في اي سنجل ليد، هو اللي بيحل المشاكل كلها. بعد كده لو الفي في اي دوت بيزود الريسك اوف هارت فيلير، بيزود الريسك اوف اتريال فايبريليشن، فقالوا طب خلاص عايزين نعمل سينكروني، طب نحط اتريال ليد بقى، انتروديوسد معانا اللي هو الدي دي دي. السيمتومز اتحسنت، الدنيا احسن. لقوا بعد كده بدا يحصل هارت فيلير بيس ميكر انديوس دي مايوباسي، قالوا طب خلاص نبدا نلجا لل سي ار تي او باي فنتريكولار بيسنج. طب تمام، دلوقتي لقيت عندي بقى مشكله ان ليس ذان 50% اوف ذا بيشنت هاف ا سوتبل فين في الكورونر ساين، بس ان انا احطه في سي ال في ليد ويجيت كور كابشر. 37% من السي اس ليدز ار ريليتد كومبليكيشنز انكلودنج الفرينك نيرف بولزي. اعتقد معظم الناس اللي براكتس شافوا حاجه زي كده، خاصه لما ما تلاقيش غير في بوست ترولات 2001 كريزنج بيسنج ثريشولدز مع الوقت. ودي من ضمن الحاجات اللي هي سبحان الله بتشوفها اكتر مثلا في العينيس كيميك مايوباسي. مثال على كده، مثلا في عيان شفناه كان حصل له مايكارد انفكشن البوست، بحيث ان انا احسن ال 40% نون ريسبوندرز من الايه؟ من هارت فيلر بيشنز. اوكي، خلينا نبص مع بعض على شكل الاي سي جي ونلاحظ الفرق ما بينهم في الاول، وبعد كده هنشرح كل الاي سي جيز بالتفصيل. دوت عين جايب تيبيكال ليفت باندل برانش بلوك شتراوس كرايتيريا كيو اس باترن وايد كومبلكس 160 مللي سكند، نوتشنج في ليد 3، نوتشنج في في 5 وفي 6. ده تيبيكال ليفت باندل وابسنت سيبتال كيو في 1 ريفيا، ده بنسميها تيبيكال ليفت باندل. يعني بتوع التيبيكال ليفت باندل دول بيبقى عندهم حاجه اسمها ايبيكال روكينج وسيبتال فلاش، والحاجات ديت اصبحت من اخطر الحاجات اللي بتحسن البروجنوزس وبريدكت ريسبونس للسي ار تي. هل في عينين كل واحد من 4 عينين هارت فيلر هافينج تيبيكال ليفت باندل برانش؟ وغالبا الليفت باندل ده بيبقى احد الورسنينج بتاع السيمتومز معاه. خلينا نشوف الصوره، الموضوع بصوره عكسيه. هل احنا شفنا عين هارت فيلر ما كانش عنده ليفت باندل وبعد كده حصل ليفت باندل؟ اه، بدأنا نشوف وخاصة في الإيرا بتاع مايوكاردايتس والكوفيد و عيان نون اسكيميك مايوباسي فانكشن 45 50 الدنيا ماشية تمام، مرة واحدة فوجئنا ديتيريوريشن في هارت فيلير. عملنا رسم قلب لقينا اكيوت ليفت باندل، يا جماعة ده في ام اي، عملنا كورونا انجو ستيل هافينج نورمال كورونز. ذا اونلي كوز اوف هيز ديتيريوريشن از ايه؟ بروجريسيف كارديو مايوباسي، وان اللي حصل له ليفت باندل برانش بلوك. فأنا بتعامل بالجهاز بتاعي عشان أحل مشكلة الليفت باندل. طيب الهيز باندل هتتحل تماما، حتى نلاحظ معانا في شكل الاي سي جي دوت ان في تي ويف انفيرجن، دي بنسميها ريزولفنج تي ويف انفيرجن، بتحصل بعد الار في بيسنج، وبتحصل معانا هنا تيبيكالي بعد ريزوليوشن الليفت باندل برانش بلوك. شكل الاي سي جي نورمال اكسس تمام، النارو كومبلكس ذير از ان ايزوليتد اريا بتوين السبايك لحد بدايه الفي، وان كانت مش واضحه قوي. طيب لو عملنا ليفت باندل برانش اريا بيسنج، الاي سي جي بتاعنا بيبقى كاركترستيك كيو ار باتن او رايت باندل برانش بلوك باترن، بيبقى معايا لو فولتج موجوده في 5 وفي 6 مقارنه بالانترنسك ريزم بتاعنا اللي هو سواء الليفت باندل او اذا باستخدام الايكو او السبيكل تراكنج حقق كيو ار اس ويتس اقل كمان 108 مللي سكند باستخدام الليفت باند برانش.
طيب دي اللاند مارك ستاديز، يعني ستيل لغايه دلوقتي مفيش حاجه مشهوره، هنتكلم عن ستادي واحده منهم تعتبر هي الموست ريسنت في الليفت باند برانشيال بيسنج. خلينا نقول بقى النقط المهمه معانا اللي ممكن نسال عليها في الاكزام في الهيز باند البرانشيال بيسنج. اوكي طيب، انا لما بعمل بيسنج من الهيز باند انا متوقع ان انا ممكن اعمل سيفيري سيلكتيف هيز باند في الاريا نفسها، او ان انا ممكن ان انا اعمل نون سيلكتيف هيز باند. نون سيلكتيف هيز باند ازاي؟ اخش في حته يكون فيها مايوكارديوم، فالليد بتاعي يبقى ماس كابتشرنج بوث الهيز باندل اند ذا مايوكارديوم بوث اوف ذيم مع بعض. جميل، ويتش از بيتر اولموست الاثنين نفس الريزلتس، وهنتكلم مع بعض الايه الحاجات اللي ممكن تبقى ايه ديفو بالنسبه لي. بل بالعكس ان نون بلوك طبعا لو البيسنج بتاعي الليفل بتاع الليفت باندل برانش بلوك هيعمل كومبليت كوركشن للليفت باندل برانش بلوك، وخاصه لو ديستال الليفت باندل برانش بلوك معايا. اوكي، لان الستادي السلايز دي كنت واخدها من محاضره او تجربه بتاعت دي امبروفمنت اوف ذا كارديو فانكشن وين كومبيرد تو ذا ابيكال ار في بي سي. طيب بداوا البيرمننت هيز باندل بيسنج دوت البروتوكول بتاعهم ازاي؟ اول حاجه نحن عشان نتاكد ان احنا واخدين هيز بير كينج تو ان ايفيدنس اوف اي سي جي كونكوردنس اوف كيو ار اس اند تي تي ويف كومبلكسز. طبعا لما يكون في لاعب عنده ليفت باندل ويحصل ريزولفنج تي ويف ما بلاقيش الكونكوردنس ده زي ما احنا شفنا مع بعض، وان كان بقى في العينين اللي هم فور بيسنج لا اس بوزيتيف ولا تي ويف بوزيتيف ولا عكس. بقيس انترفال ما بين البيسنج سبايك لحد فنتريكولار اكتيفيشن، بلاقي الانترفال ديت اولموست ايكوال للاتش في انترفال بتاعت العيان. كويس، انت هتقول لي ده عنده كومبليت هارت بلوك انفرا هيسي، هيقيس الاتش في انترفال هنا في اتش ما فيش في، يجي هعرف اقيس الاتش في انترفال مش انترفال، مش هعرف اقيس الاتش في انترفال، فده ديفو. طب هيز باندل كابتشر ان اول اور نون فاشن ديمونستريتد باي ذا اف كيو ار اس وايدنج ات لوور ثريشولد. الهيز باندل كابتشر مش زي الباراهيسيان بيسنج. الباراهيسيان بيسنج ان انا ببدا هاي ثريشولد ما يحصلش وايدنج الكيو ار اس كومبلكس، لازم ابقى فيري سيلكتيف، ودي الصعوبه بتاعته. في الباراهيسيان بيسنج انا بحط الكوادريبولر كاثيتر على السايد بتاع الهيز سيلكتيف او نون سيلكتيف وبعمل كابتشرنج للهيز باي طريقه. طيب ديت الطريقه اللي هم بيستخدموها، انا قست هنا الاتش في انترفال من اول الهيس لحد الفي، جبت هيس ريكوردنج على الديستال بول بتاعه البيس ميكر بتاعتي، وبدات اعمل يوني بولر بيسنج من ديستال ريكوردنج بس. كويس، وبعد ما بدات اعمل يوني بولر بيسنج رحت قايس اللي هو السبايك اللي هي الفي بيس سبايك لحد اللي هي كابتشرد في، قست المسافه دي لقيتها اولموست ايكوال للاتش في انترفال، يبقى انا ايه عامل سيلكتيف هيز باندل بيسنج. كيو ار اس مورفولوجي از اولموست ايدنتيكال للكيو ار اس مورفولوجي، نعمل سيلكتيف هيز باندل بيسنج. طب هم اقترحوا السيلكتيف هيز باندل بيسنج اول مره في ايه؟ في العينين بتوع قبل مع هارت فيلير كانوا بي كنترولد باي ميديكيشن، فكانوا بيعملوا ابليشن للاي في نود زي ما انتم شايفين كده بالقسطره ديت، ودي اول قسطره اول سلايد هيستوريكال للهيز باندل بيسنج. ده السايد بتاع الابليشن، هم عملوا مكان الهيز باندل باستخدام قسطره رباعيه، وبعد كده راحوا مظبطين الليد بتاعهم بحيث يعمل سيلكتيف هيز باندل بيسنج ابوف ذيس كوادريبولر كاسا هنا سيلكتيف هيز باندل بوزيشن. بعد ما تاكدوا من الكابتشر بتاعنا راحوا عاملين ابليشن للاي في نود، وبقى العين ديبندنت على هيز باندل ليد. اوكي، ده برضو احد اشكال السيلكتيف هيز باندل بيس في عيان اترال فايبريليشن. اوكي، العيان ده طبعا لازم نعمله ريت كنترول بحيث نتحكم في الهارت ريت ما يبقاش اوفر رايدنج، وده شكل الاوفر رايدنج ريزم بتاعه. لما بدات اعمل بيسنج ايه الشكل بتاعي؟ سبايك اتش في انترفال او سبايك في بي اس انترفال اولموست الاتش في انترفال، الاكسس بتاعي او الار ويف بروجريشن من في 1 لحد في 6 نورمال ار ويف بروجريشن، اي في ار از نيجاتيف، واحد يو في ال اس بوزيتيف، اثنين وثلاثه في اف سام تايمز بيبقوا كلهم بوزيتيف، وساعات ليد تو بيبقى بس نيجاتيف. كل تي ويف ماشيه مع الكيو ار اس كومبلكس بتاعها دوت اي سي جي اوف سيلكتيف هيز باندل بيس. طيب قال لي عيوب، لي عيوب. زمان كانوا بيستخدموا موديفايد جي ستايلت والحاجه اسمها جي موند كيرف، ده احنا اوريدي ممكن نستخدمه لغايه دلوقتي بالشكل دوت، نعمل موديفيكيشن للستايلت عشان نعمل سيبتال
ار في بيسنج في الشباب الصغيرين، او تقريبا في معظم الحالات بتاعتنا يفضل نستخدم السيبتال بيسنج عشان نتجنب البرفوريشن للار في ابرز. بس دلوقتي بقى في سبيشال تول كيت هنقولها مع بعض. اوكي طيب، الفول اب بتاعي انا محتاج الفي بي في انترفال اولموست ايكوال للاتش في انترفال، تمام. بيسك ثريشولدز كانت عاليه، الافريج بتاعهم كان حوالي 3.5 او 0.5، سنس البوتنشال كان قليل، ودي الديفو بتاع الهيز بوندل بيسنج، ان انا هاي بيسنج ثريشولدز وان انا This meeting is فده being طبعا دي احد recorded. الديفوز بتاعه الهيز باند بيس. اوكي هتجنب بس الكلام النظري ونشرح سلايدز مع بعض. اوكي طيب، الهيز باند الليد اللي هو موست كومن يوز وما زال بيستخدم لغايه دلوقتي حتى في الليفت باند، اللي هو 3830 69 سنتيمتر ان لينث 1.8 ملم اكسبوزد هيليكس. الليد الاوتر دايمتر از اباوت 4.2 فرنش، سوليد كور ليدلس، سوليد كور اسف اليومنلس ليد، ما عندوش سنترال كور، ما بنستخدمش ستايلت. هو من سامه لازم يعتمد الميترونيك ليد دوت على ايه؟ على شيس. الشيس بتاع ميترونيك اللي سي 315 نون ديفليكتبل شيس، انر دايمتر 5.5 ان اوتر دايمتر 7 فرنش. المهم معايا الاوتر دايمتر ده عشان استخدم سيف شيس ادخله من خلاله اكبر من كده 8 فرنش او 7 فرنش اتليست. Has a primary curve to reach the superior aspect of the tricuspid annulus and the secondary curve to reach the septum. Okay, خلينا نبص مع بعض شكل الشيس. اهو ده شكل الشيس بالكيرفات بتاعته. Primary curve يدخله جوه التريكاسبيد انيولوس، secondary curve عشان اعمل clockwise rotation وهحط septum وجيت الايه؟ الاسين. الكيرفات دي مختلفة على حسب ايه؟ على حسب حجم الرايتيشن بالاشكال اللي احنا شايفينها مع بعض. جابوا برضه deflectable شيس بس مش كومن يوز ده قوي، اعتقد فيكسد شيز دوت وساعات بنموديفاي شيز دوت وهنركب من الرايت سايد. بنستخدم 7 فرنش بيلاوي او اللي هو السيف شيز، وبندخل جواه السي 315 شيز، وبحيث ان انا لو كونتينوت فينس اكسس ايفن بعد الهيستيسيس سليت، واضطر ان انا ايه احافظ عليه. انا بستخدم كده ثلاثه شيسات جوا بعض، الشيز اللي هو البيلاوي، وجوه البيلاوي بحط جواه اللونج شيز اللي هو 315 ميترونيك شيز، وبعد كده جوه اللونج شيز بحط الليد بتاعي اللي هو 3830. اوكي لازم الكاثيتر بتاعتي تبقى جاهزه بالسنس انالايزر. بالسنس انالايزر دوت الجهاز البروجرامر بتاع الشركه واللي هي مثلا ميترونيك، بالكابل القياس يقرا عليها بحيث ان انا اشوف الانتروكارديك الكتروجرامز اعرف اجيت الهيس كويس. بستخدم الاترال تشانل. اشمعنى بستخدم الاترال تشانل؟ عشان الاترال has higher gain setting. ان كان بيسنس انالايزر جداد بقى يحط higher gain setting even في الفنتريكلو channel. higher gain setting يعني ايه؟ up to 0.05 ملي فولت بالمليمتر، بحيث ان انا اعرف اشوف السيجنال. لو تلاحظ وانت بتركب، لو السيجنال بتاعتك is very small والبي ار ويف بتاعتنا قليله وانت مش عندكش higher gain setting already، الجهاز ما بيقراهاش، بتشوف سيجنال مرسومه بس ما بيقراهاش على انها في سنس. محتاج ان انا يبقى عندي سبيشال يونيبولر كونكشن، ودي بتبقى كابل ديزاين عشان يونيبولر، وممكن احنا نصمم حاجه شبهه ان احنا بنروح متوصل على التيب ونروح موصل اي اله جوه الجرح، فيعتبر ده يونيبولر كونكشن. وي يوز ذا بيسنج ليد تو ماب ذا هيز بوند ليد ويز ذا بيسنس انالايزر وزاو ذا نيد اوف مابينج كاسيتر. هو ده التجربه بتاعتهم، انما الافضل بقى دلوقتي في الهيز بوند بيسنج اند ليفت بوند برانش اريا بيسنج ان انت يبقى معاك اي بي وركينج ستيشن اللي هي زي كلاريس بروكا، الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها الجي اي الاي بي وركينج ستيشن ديت، علشان الليفت فنتريكل اكتيفيشن زي ما هتشوفوا دلوقتي انها هتبقى مهمه جدا في الليفت باند برانش اريا بيسنج. هي حاجه غير مكلفه وبتبقى موجوده في كل الاي بي لابس بتاعنا. اوكي 12 ليد از كريتيكال تو انالايز ذا بيسنج مورفولوجيز اند كونفورم ريكروتمنت اوف ذا هيز باندل. البروسيجر عادي فينوس اكسس، يفضل ان هو اكزيلري كفالك سب كليفيان لاست ريزورت بالنسبه لنا، 7 فرنش بلاويك وويل لونج شيز وويل 4 فرنش ليد. طيب الخطوات اللي احنا بنعملها بايدينا ايه؟ بير ذا شيز اند ذا ليد تيب ار ان ذا ار في. لو انت خلاص عملت ادفانسمنت للار في، بول باك اند كاونتر كلوك وايز روتيشن. خلاص انت جوه الار في، بول باك وكاونتر كلوك وايز روتيشن، هتنشور ان الليد تيب از سبورتنج ذا سيبتم. انت كده بتخلص. العكس لو الشيز جوه الرايت ايتر مش راضي يخش جوه الار في،
جنتل فورورد اند كلوك وايز روتيشن، هتلاقي نفسك دخلت على السبتة الاري. يبقى اذا لو انا فوق كلوك وايز الاول، اخش جوه الار في اعمل كاونتر كلوك وايز هيت السبتم، وابقى انا كده شور لي على السبتم. نفس الطريقه دي هتستخدمها في الليفت باندل، بس بدل ما انا بجيب عند الهيس اريا بنزل كودالي توورد ذا ار في ابيكس علشان اجيب الليفت باندل اري. هنقول مع بعض في السكند بارت بتاع الليكشر بتاعي. Don't miss the his recording. Once the his recording was a bit sense and analyzer, just gentle fine movements is allowed. Set the sweep ما بين 50 ل 100 مليمتر بير سكند، كأنك بتشوف اي بي وركينج ستيشن، بحيث ان انت تعرف تسيبريت الاتريال هيز باندل اند لوكال فنتريكولار بوتنشالز. نعرف ان سي في انترفال، نعرف ان سي البيسنج سبايك تو في انترفال. Once the his باندل ريكوردنج هنستخدم ايه؟ اليوني بولر بيسنج. وهنقول مع بعض كيسز مهمه جدا تعرف تفرق بين اليوني بولر والباي بولر، وازاي الباي بولر ممكن يعمل لنا حاجه اسمها انودال بيسنج ويلخبط لنا الدنيا. is performed from the proximal pole of the lead within the sheath. يعني بخلي البروكسيمال بول ما يلمس التشو خالص عشان ما يبقاش في اي فرصه ان هو يكابتشر، واستخدم الايه ديستال بول بس. We start pacing من 5 فولت على 1 ملي سكند. طبعا الثريشولز دي اعلى بكتير من الايه ليفت باندل بيس. نقيس الاستيمولوس تو في ونتاكد انها ايدنتيكال للاتش في انترفال، ونتاكد ان البيست كيو ار اس مورفولوجي از ايدنتيكال تو ذا انترنسيك مورفولوجي، وفي كونكوردنس ما بين الكيو ار اس والتي في. لو stimulus ventricular capture is shorter than the HV time، اتوقع ان ده non selective basic. It's accepted، it's accepted لو threshold بتاعنا كويس. بالعكس it provides a safer option. ليه؟ لان ال non selective ده معناه ان هو حواليه myocardial بيعمل له capture، ومن ثم لو حصل loss of his capture هي ال capture myocardial ويحقق العين safety، لو خاصة لو هو dependent. طيب الاوتبوت از decremented to assess the changes in the QRS، كانك بتعمل paraesthesian basing في الاي بي لاب. اوكي تمام. ممكن برضو انتراكت مع بعض. هل حد ممكن يقول لنا البارا هيسيان بيسنج ايه الكونسبت بتاعته؟ هل تشرح لنا او خدناه في الاي بي بار؟ تمام يا شباب، مركزين معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام تمام خلاص. يبقى البارا هيسيان بيسنج انت اوريدي لسه ما ايه ما خدناهوش. طيب البارا هيسيان بيسنج ده عباره عن ايه؟ ان انا بحط قسطره عند الهيس وببدا اعمل بيسنج على هاي اوتبوت 10 ملي فولت على 2 ملي سكند. جميل. بعد كده بروح نازل بالاوتبوت بتاع الحاد بنزل 2 ملي فولت. اوكي طيب عند الهاير اوتبوت انا بكابتشر الهيس والسراوندنج مايوكارديوم كل حاجه حواليا. فبتلاقي شكل الكومبلكس بتاع ايه؟ عنده سودو دلتا او دلتا وايد كيو ار اس كومبلكس بنسميها فات بيت. فات بيت ضربه تخين. مجرد ما انزل بالبرا هيسيان بيسنج سمول اوتبوت بعمل سيلكتيف كابشر، ام سوري عند الهاي كابشر بعمل سيلكتيف كابشر للهيس. لما بنزل بالاوتبوت هيحصل لوس اوف كابشر اوف ذا هيس اند فات بيت، فاعمل نون سيلكتيف كابشر. يبقى اذا في السيلكتيف في الاول بيبقى نارو بيت، تبقى سيلكتيف كابشر للهيس في الهاي اوتبوت. لما انزل في اللور اوتبوت بيحصل نون سيلكتيف ويحصل فات بيت معايا. اوكي هنشوف بعض الرسومات عشان ما لخبطكمش. ات هاي اوتبوت مور فيوجن از انكاونتر بيكوز ذا لوكال فنتريكولار كابشر. لور اوتبوت هيز باندل از بريفرنشال اكتيفيتد ريزلتنج ان ليس فيوجن. سام تايم جاست بيفور ذا لوس اوف كابشر بيور هيز بيسنج كان بي سين. اولسو سيلكتيف رايت باندل برانش او ليفت باندل برانش كان بي ديمونستريتد. خلينا نبص مع بعض. دلوقتي هو بادئ اوتبوت مور ذان 2 ملي فولت ات ملي سكند هاز فيوجن. ده الاوتبوت الاولاني هاي اوتبوت بيعمل فات بيت فيوجن ما بين السلكتيف هيس باندل بيسنج اند السراوندنج مايوكارديوم. اوكي لما بنزل بالاوتبوت بتاعي ايه اللي بيحصل؟ البيتس بتاعتي بتبقى نارور ويبقى بيور هيس باندل كابتشر. طيب بعرف الموضوع ده ازاي؟ عشان في الامتحانات ليد 1 الامبليتيود بتاعي عالي، ده نون سلكتيف. امبليتيود اول ما يقل اتس سلكتيف and the same في V6. اوكي لا معلش دكتور محمد ثانيه، حضرتك قلت في البيسنج العالي هنعمل هيس ومايوكارديال كابشر، فالمفروض تبقى نارور. لما هنزل هلوز هيس هتبقى اونلي مايوكارديال، فالمفروض تبقى مور برود. معاك النقطه ديت بتلخبطنا شويه. يعني بالفعل في البارا هيسيان بيسنج لما بعمل هاي اوتبوت بيبقى فيري نارو
كومبلكس ان هو شغل ليه كابتشرنج سيز. اوكي لما بحصل لوس اوف كابتشر بيرجع الكومبلكس بتاعي فيري وايد. اوكي هنا الموضوع مختلف شويه, الفايت بيت مش موجوده معايا, الفايت بيت ديت معناها كومبليت لوس اوف كابتشر سواء الهيس او بره هيس انير. اوكي فانا بعتبر ان انا الفايت بيت دي مش هشوفها, انا بتكلم دلوقتي على تو نارو بيتس, واحده نون سيلكتيف وواحده سيلكتيف. اوكي خلينا اوريها لك معلش في حاجه من الاسئله عشان ما نلخبطكمش. معلش يا دكتور موسى انا طارق, هو ايديالي احنا عايزين نوصل للنون سيلكتيف كابتشر ولا سيلكتيف على الهيس كابتشر؟ طارق باش اخبارك. بص الايديالي ده او ده, سيلكتيف او نون سيلكتيف. اوكي الاثنين بيحققوا نفس النتيجه, انما المشكله الاساسيه اللي ممكن تواجهني لو انا ما وصلتش لده ولا ده. اوكي هوريك منظر ده مثلا. تمام. اوكي اوكي ده المنظر اللي معندي الفات بيت والنارو بيت. اوكي انا دلوقتي عند هاي اوتبوت, هي طبعا عند دوت على نفس الاوتبوت بس بيحصل انترميتنت لوس اوف هيس كابتشر عند الهاي اوتبوت عند اللي هي العلامه رقم واحد ديت, شايفين معايا؟ اوكي عند هاي اوتبوت انا عملت كابتشرنج للهيس وكابتشرنج للسراوند مايوكارديوم وعملت نون سيلكتيف هيس باندل بيسنج ده اكسبتد. اوكي الاوتبوت بتاعي قل, حصل لوس اوف كابتشر للهيس وتبقى معايا مين؟ ار في بيسنج عادي خالص فات بيت. شايفه كده في سليرنج موجود معايا دوت مش متقبله ابدا. هنا حصل لوس اوف كابتشر للهيس والسراوندنج مايكارديوم الاثنين مع بعض. عظيم. طب ساعات بيحصل العكس بس احنا مش عايزين نلخبط نفسنا, ان هو ممكن يكون الهيس ثريشولد اعلى من المايوكارديال ثريشولد او المايوكارديال ثريشولد اعلى من الهيس ثريشولد, بس الخلاصه ان انا عايز الثريشولد بتاعي ما يوصلش مرحله ان انا افقد سواء السلكتيف او النون سلكتيف هيس باندل بيس. تمام كده النقطه دي واضحه معانا يا شباب؟ تمام يا دكتور موسى كتر خير. رجع تاني للسلايد بتاعتنا. برضو على فكره المهم في الهيس بيسنج هي شويه الاي سي جيز دي, لان للاسف برضو لقيت الاهرا وكل اسئلتها مركزه في الاي سي جيز اكتر من الايه من التكنيك, وفي الهيس بيسنج اكتر من ليفت باند برانش لان هو ستيل نوت يعني مش مذكور في الجايد لاينز ان هو سوبيريور عن الهيس باند بيسنج, مع العلم انها معظم الترايلز ماشيه انها مور سوبيريور بس هم بيعتمدوا على الابروفد عندهم في الاي سي سي جايد لاينز او الاهرا. طيب النقطة ديت هنا معانا خلينا نركز في كذا ليد مع بعض اللي هو ليد في 1 مثلا وليد في 6. اوكي هنا نون سيلكتيف هيس باندل بيسنج. طيب عرفت ازاي ان السبايك بعدها سليرنج للكومبلكس على طول؟ هنبص على في 3 مع بعض, كومبلكس في سليرنج مايوكارديال كابشر مع هيس كابشر الاثنين مع بعض ده نون سيلكتيف. تمام حصل تشينج للثريشولد سواء بقى قل او زاد على حسب الايه اللي هو بيعمله مش هيفرق معايا. النقطه هنا بدا يحصل معايا ايه؟ سيلكتيف هيس باندل بيسنج عند في 3 في ايزوالكتريك لاين. تمام عند اي في ال ايزوالكتريك لاين شايفينه مع بعض؟ ده سيلكتيف هيس باندل بيسنج. اوكي النقطه اللي هو بياكد عليها برضو ايه؟ هنبص على الليد 1 الامبليتيود طويل الامبليتيود قل, الامبليتيود قل ده معناه بقى سيلكتيف هيس باندل بيسنج. اوكي طب في ضربه حصل مع سيلكتيف هيس باندل بيسنج مع ليفت باندل. اوكي دي بيسميها رايت باندل برانش كابتشر او نون كوركتد ليفت باندل. نون كوركتد ليفت باندل مش فارقه معايا قوي, انا عايز اركز ما بين النون سيلكتيف والسيلكتيف. اوكي معلش يا كل دكتور موسى ايه الحته بتاعت الايزوليكتريك لاين اللي في ليد 3 وفي 1؟ اوكي خلينا نبص مع بعض الحته ديت نون سيلكتيف. اوكي اعرف ازاي نون سيلكتيف؟ ان في سليرنج للكومبلكس كان في دلتا ويف. اوكي اعرف منين ان هو سيلكتيف؟ في ايزو الكتريك لاين موجود معايا. النقطه الاسهل خالص معانا هي ايه؟ الامبليتيود بتاع ليد 1. اوكي
الايزومتريك لاين ده انت ممكن ما تلاحظوش، انما الامبليتيود واضح جدا ان في طول امبليتيود وسمول امبليتيود. هو الامبليتيود واضح لما حضرتك كبرت برضه شفت الحته اللي ما فرق ما بين السليرنج والايزومتريك بالظبط. اوكي هنعيد ونزيد فيها لان زي ما بقول لحضرتك ديت الايه النقطه بتاعت الاسئله معظمها. once ان انا جيت his bundle capture is ascertained وبجود threshold ده حلو معايا الليد استرنت 4 to 5 times in a clockwise direction نفس الطريقه اللي بستخدم بيها المنافله بس هنا بستخدم ايديا او صوابعي ان انا ايه اقور جوه ال his bundle area. Torque is built and transmitted to the end of the lead once it is released the lead may unwind واحد او اثنين rotations يعني انت تروح تلف اربع لخمس مرات بكلوكوايز روتيشن وتفضل تقيس بعد كل مره. النقطة المهمة معانا وديت عايزكم تستخدموها حتى ايفن في الايه في الار في ليد او السبتا ليد حاجة اسمها كارنت اوف انجري. كارنت اوف انجري ده انا بشوفه فين؟ بشوفه على البيس سنس انالايزر الكابل القياس اللي متوصل بالليد بتاعي على الجهاز المبرمج بتاع الشركة. بروح اعمل ايه؟ لو انا بتخيل ان انا بعمل سكروينج اعمل اربعة او خمسة سكروز المفروض انت تعمل لحد تسعة او 10 بعض الشركات لحد 15 اعمل اربعة خمسة سكرو كويس؟ وبص على الايه؟ على الشكل دوت. ايه الاخبار؟ في كارنت اوف انجري ولا لا؟ اوكي هنا بقى في الهيز باند بيبقى كارنت اوف انجري بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انت دلوقتي على السلكت بتاع الهيز باند ليد لو هتعمل سكروينج لقيت فيه زي اس تي اليفيشن عند الايه؟ عند الهيز باند دوت اسمه كارنت اوف انجري. ساعات الكارنت اوف انجري ده بيتقاس بالمليمتر يقول لك احنا عايزين فوق ال 5 ملم كارنت اوف انجري. اوكي عشان تقول ان هو جود كارنت اوف انجري. طيب هيفيدني في ايه في الار في ليد؟ طب ما الار في ليد انا بركبه عادي وببقى تمام وزي الفل، هيفيدني ان انا عايز اتاكد من جود كونتاكت، جود كونتاكت ايكوالز تو ا لوت اوف كارنت اوف انجري وبيتقاس عندك بحاجه برضه ثانيه اسمها سلو ريت على الجهاز. هيفيدني في ايه تاني؟ ان انت تتجنب واتس كولد نيجاتيف كارنت اوف انجري، نيجاتيف كارنت اوف انجري معناه ان انت امبندنج برفوريشن او عملت برفوريشن. في الليدز العاديه بتاعتنا طبعا هنا بالنسبه لي هيبقى برفوريشن للسبتوم مثلا بس في الايه في الليفت باندل اكتر من الهيز باندل. الهيز باندل نادرا ما بتعمل مش هتعمل برفوريشن في حته فايبرس اساسا. اوكي فده الكارنت اوف انجري ده مهم ان انا اتابعه في اثناء السكروينج. طب هتعرف تشوفه ازاي؟ ان انت اربع خمس لفات وتبص لسه ما فيش كارنت اوف انجري، اربع خمس لفات وتبص لسه ما فيش كارنت هكذا لحد ما تلاقي كارنت اوف انجري كويس. كارنت اوف انجري ده خد بالك ان هو بينورماليز مش هتكمل دقيقه او دقيقتين وهتلاقي الكارنت اوف انجري بتاعك بقى نورماليز. فانت لازم تبقى بتدور عليه عشان تعرف. اوكي هنتست يوني بولر وباي بولر الستارت من 5 فولت على 1 ملي سكند اللي طبعا بالنسبه للهيز باند الاكسبتد 2 فولت على 1 ملي سكند ودي حاجه عاليه بالنسبه للايه ليفت باند برانش اريا. اسئله ام تي كيوز بقى مهمه. سنسنج ايشوز الاتريال اي جي ام يوجوال سمول ميك نو بروبلم مفيش مشكله معايا. وايد رينج اوف سنسنج فاليوز من 1 2 لحد 1.2 ل 2 ملي فولت ده برضه هيعالج لي المشكله. ان انا اكسبتنج من 1 و2 لحد 10 لازم نختار ديفايس ويز بروجرامبل سنسيتيفيتي. الميترونيك كان زمان السنس اخره 1 و2 دلوقتي لا في نيو ديفايسز ادابتا وادفايزا والتيستا الحاجات دي كلها اب تو 0.3 ملي فولت ومن ثم هيبقى مور سنسيتيف. البيس ميكر بين البيشنت بيتر نوت تو بي ليس ذان 1.2 ملي فولت. اوكي Pacing thresholds are lower than 2 volt out 1 millisecond is accepted and the implantation good his bundle position. Pacing output is set ل 5 فولت 1 ملي سكند لمده شهرين لحد ما نعمل تشيك اب لان دايما الثريشولد بيميل ان هو يعلى. Independent nations we look for 2 to 3 times safety margin اكثر من اللي احنا متوقعين. اوكي؟ طيب فيها طرق ثانيه في البيسميك في البيسميك اندبندنت بيشنز عشان احقق سيفتي؟ اه Selective his bundle pacing is desired in the setting of higher pacing thresholds. We place a backup lead in the RV. بيستخدموا بطارية CRT ويحط backup lead في الRV ويظبط long LV RV delay يوصل ال his bundle lead في ال LV بحيث ان هو او يشغله LV pacing only الادابتيف LV في الميترونيك مثلا ويشغله ك biventricular lead. اوكي ظبط الاوفست بتاعنا 80 ملي سكند في لونجست ال في ار في اوفست بحيث ان انا اشغل الهيز باند ليد. دي طريقه ساعات بحتاج الطريقه ديت لو انا عايز اركب العين اي سي دي بحط الهيز باند ليد في ال في وبحط الاي سي دي ليد بروح جايبه ان هو يكون دي اف 1. دي اف 1 يعني السلكه بتاعت الكويل مفصوله عن السلكه بتاعت
البيس اند سنس، ونوصل البيس اند سنس عادي في الار في مكانه، ونوصل الكويل في المكان الكويل في المكان. عيبه طبعا باتري از لابد ديبليت، فلازم نختار باتري لونجيفيتي عاليه بالس ويتس على 1 مللي سكند زي ما احنا عارفين. طيب ده شكل عيان مركبين له سي ار تي دي باستخدام الهيز بوند الايه، هيز بوند سيستم، اتريال ليد ان ذا اتريم، هيز بوند ليد ان ال في، والديفيبريليشن ليد ان ذا ار في. طب لو العيان دوت انا مش محتاج له مش محتاج له اوريدي سي ار تي دي، هو جاست محتاج دوال اي سي دي ومحتاج بيسنج، هيبقى كويس جدا بالنسبه له الاوبشن دوت. اوكي طب هل العين دوت انا ممكن اركبه ببطاريه اي سي دي دول؟ اه ممكن اختار بطاريه دي اف 1، اختار بس كده دوت ان هو دي اف 1، واوصل البيس سنس ليد على الهيس، واوصل الديفيبريليشن على الجديد، واروح مكنسل تي بلس، يبقى كده انا استخدمت بطاريه دي اف 1. فاول اوبشنز موجوده بالنسبه لي. لا تاني معلش احنا كده دول اي سي دي، انا عندي مكانين كويس مش عارف اوصل ثلاثه ليدز. طب ابدل ده ازاي؟ بان انا بستخدم حاجه اسمها بطاريه دي اف 1. البطاريه دي اف 1 ديت بيبقى السلكه بتاعه الاي سي دي طالع منها بنتين مختلفتين، بنه بتاعه الهاي فولتج كويل اوكي اللي هو الار في كويل، وبيننا الاس في سي كويل لو في اس في سي كويل، يعني ساعه بس هي ما فيش اوكي، وبيننا ثالثه للبايبولر بيس سنس ليد اللي هو الانر كويل بتاعنا اللي هو البايبولر الديستال بول والبروكسيمال بول اللي بيشتغلوا بيسنج. اوكي فانا ممكن استغنى عن التو بولز دول، اروح معامل بلاجنج للبنه ديت، واروح حاطط مكانها البنه بتاعت مين؟ البايبولر بتاعه الهيز باندلي. اوكي فكاني بدل ما استخدمت الثلاث بنات او البنتين بتوع دوت، رحت موصل بتاعه الشوك بس، ورحت مشغل الهيز باند ليد هو على البيس سنس ايه بورت. اه بس البطاريات دي موجوده دي اف 1؟ اه موجود موجود تمام. احنا هنحط على بتاعه البيسنج اللي هي بتاعه الهيس، وبتاعه الشوك للار في بتاع الاتريوم في مكانه كده، في بينا بتبقى ناقص يعني، او في واحد فيهم هيبقى فاضي كده اللي هيبقى فيه. لا هيبقى فيه بينا هتبقى في الهواء، انا بعمل لها عاملين لها زي بلاج يعني قافلينها. طب وكده بتاعت الهس نفسها لو حصل فيها اي مشكله الار في ده مش هيبيت؟ بالظبط، لو حصل فيها مشكله الار في مش هيبيس، انا يعني ما استخدمش هنا الار في كباك اب بيس، انا استخدمه كشوك بس. لو انا عايز استخدمه كباك اب بيس لازم بطاريه ثلاثيه سي ار سي دي. تمام اوكي طيب الهيس باند او الليفت باند برانش اريا بيسنج خلاص اولموست الانديكيشنز بقت نفس الانديكيشن بتاعت بيس ميكر، الاي في بلوك، انفرا نودال، انفرا هيسن هارت بلوك، سلو اي اف، سنس نود ديسفانكشن، ماركت فيرست ديجري، وسط اي في نودال ابليشن في الابليت اند بيس في الاجيكشن فراكشن لزام 40 مع اف، انيبيشن توز انتسبيتد هاي بيردن اوف ار في بيسنج مور ذان 20% مع ميد رينج اجيكشن فراكشن من 40 ل 50%، ان اي سي دي اليجيبل بيشنز ويز هاي بيرسنت اوف بيسنج 40%، ودي ممكن نستخدم له الفكره اللي احنا لسه قايلينها مع بعض اللي هي بطاريه الدي اف 1. In CRT eligible patients with left bundle branch who failed lead LV lead placement، ودي الكلام اللي ايه اللي معانا. طيب احنا كده لسه معانا وقت 100 100. خلينا نبص مع بعض على التريسنج دوت، يعني هو كوبي رايت من كتاب الاهرب. السؤال معانا real time recording at the device on the day after pacemaker implantation. اوكي خلينا نسهل الموضوع، هو ما قالناش البيس ميكر ده ايه اللي حصل له، فبيقول لك وات از ذا موست لايكلي دايجنوز، ما قالكش هو اتركب في ايه او الانديكيشن بتاعته ايه، بس قال ان العين دوت اترال فايبريليشن، العين دوت اترال فايبريليشن. اوكي ايه الموست لايكلي دايجنوز هنا؟ هل دوت اترال ليد ديسلوج تو اترال ليد تو ار في؟ الاثنين ماشيين مع بعض في احتمال. طب هيس ليد كونكتد تو ذا اترال بورت؟ لو الهيس ليد كونكتد للاتريال بورت يبقى هيحس، ده الهيس ليد هيحس بمسمى اسمه اي سنس او اتريال بلانكينج كويس، الفنتريكولار بورت بتاعنا هيحس في سنس عادي مركبه كباك اب ليد. اوكي
يبقى دي حاجة مقبولة. طيب هل ده ventricular safety pacing؟ لا it's not a ventricular safety pacing. اوكي طب ليه not a ventricular safety pacing؟ V sense بعد الـ A sense within 100 ملي سكند كان هيدي another spike of VBB. مفيش another spike of VBB موجودة معاه. اوكي طيب هل دي ممكن تبقى ventricular safety pacing؟ اه دي ممكن تبقى ventricular safety pacing. يبقى اذا B and C are correct. معايا الهيس ليد is connected to the atrial port. تمام في ventricular safety pacing مفتوح. اه مفتوح. الحل معايا هنا ان انا اقفل الventricular safety pacing. انا كده الventricular safety pacing already بيبيس من الار في ليد اللي انا مش عايزه. طيب ايه الحاجه اللي اللي هو فسر على اساس ان ديت الهيس باند ليد كونكتد للاتريال بورت؟ خلينا نزوم ان. ايوه النقطه دي. اوكي اتش في. جميل. لما حصل الventricular sensing قبل الventricular sensing فدوت كونكتد للاتريال بورت. كويس. اول ما بدا هنا يعمل اتريال بيسنج اوكي بقى عامل سيلكتيف هيس باندل كابشر مع نيجاتيف الكتروجرام فده يعتبر هيس بيسنج. وبعد كده راح حاسس مين؟ فنتريكولار سينسنج. الار في ما اشتغلش الحمد لله بس راح مشغل لي فنتريكولار سيفتي بيسنج اللي هو اوريدي ما بيشتغلش غير بعد الايه؟ بعد الاتريال بيسنج ما بيشتغلش بعد الاتريال سينسنج. كويس فده لازم نوقف له الفنتريكولار سيفتي بيسنج عشان ما يلخبطليش الوظيفه اللي انا عايزها للبيشنت ده. هنا لا حصل في سنس حس الانترنسك بتاع العيان ودخل في اتريال بلانكينج. في سنس ودخل في اتريال بلانكينج وهكذا. هل ده بروبرلي فانكشن؟ بروبرلي فانكشن انا بركبه في عيان سلو اف. اوكي فالعيان سلو اف الانترنسك بتاعه مش عايز فيه اي مشاكل. انا عايزه في سنس عادي ويخش في الاتريال بلانكينج. انما لما يبدا يخش في بوز بالشكل دوت يبدا يعمل هيز باندل بيسنج ويعمل فنتريكولار سنسنج وما يعملش فنتريكولار سيفتي بيسنج. تمام واضحه يا شباب؟ هيستوري ان هو حاطط هيس بيسنج العين سلو اف. انا ما خدتش بالي. اه مظبوط هو الهيستوري بس ان هو مزود ان هو عين سلو اف وما كتبش ان هو حاطط هيس بيسنج. ما كتبش. اه ليه؟ عشان كده قال لك اترا ليد سلوجيت الفنتريك. ما كتبش ان هو عامل هيس بيسنج. اه انت يو هاف اللي عرفنا ان محسوس عليها اتش في دي. يعني هو المفروض ان ده اي جي ام مش زي الاي سي جي بس انت عرفت عشان في نيجاتيف ديفليكشن مره واحده ده معناه ان هو هنا سيلكتيف. لا انت قصدك على النيجاتيف ديفليكشن. لا مش شرط نقطه مصر. انا قلت ليه هيس بيسنج النيجاتيف هنا يعني معناه ده مصدر الكهرباء لما بيبقى نيجاتيف في ال مش هو اللي معناه ان احنا اللي انيشيتد هنا يعني. بالظبط تمام اوكي. هنا شكل الاي جي ام مختلف شويه. قال لك ديت غالبا بي في سي. اهي شكل دوت بي في سي دي بي في سي. شكلها حتى مختلف على الكان الار في كويل. اوكي النقطة الثانية ان هو قال برضو النقطة دي يعرف منين برضو ان هو سيلكتيف ان شكل الاي جي ام بتاع الكان الفار فيلد بتاع كان ار بي كويل اولموست ايدنتيكال للانترنسك بتاع العين. ماشي اوكي. طيب اي سي جي ريكوردد ديورينج ذا سريشال تيست اوف ذا هيس ليد كويس وات كان بي اوبزرفد. طيب خلينا الانالايز مع بعض. الشكل ده عباره عن ايه؟ سبايك سليرنج نارو كومبلكس اتس ا نون سيلكتيف هيس بيس. اوكي اثناء الثريشول تيست حصل ايه في ليد 1؟ الامبليتيود بتاعنا قل. اوكي وليد اي في اف موضح ان في اتش في انترفال موجود. اوكي زوم ان. اهي في اتش في انترفال موجوده معايا.
فكده حصل ايه؟ intermittent loss of myocardial capture. هنا حصل just intermittent loss of myocardial capture. لو بصينا على lead 1 non-selective selective، لما انتقل من non-selective لselective معناه ان هو فقد مين؟ فقد الميوكارديال كابشر. تمام؟ تقريبا 80% من الاسئله عن loss of myocardial capture بنفس السيناريو ده. طب هو ده اللي احنا محتاجينه، يعني ده اثناء التست ده اللي بنوصل له عشان نظبط على الثريشولد دي، ما يبقاش الثريشولد عادي بيكابشر الميوكارديوم وبيبقى بالظبط الاقل اللي هو بيكابشر ايوه بالظبط. لو الاثنين قريبين من بعض خلاص انا بتخان سيلكتيف، والاثنين اولموست تمام. الفايده في التابل شوتنج بتاعنا ده ايه؟ ان انت ما تجيش تبص عليه تقول لك لا ده مش نافع، ده كده الليد بيفوت. ايه اللي حصل؟ ايه اللي مورفولوجي بالشكل دوت؟ لا عادي، انت نون سيلكتيف تو سيلكتيف. هنشوف مع بعض الشكل بقى اللي الليد بيفوت فيه. طيب ده جايب لكم الاجابه على طول. هنا موضوع رخم شويه. هنا بيقول لك انها شغال بيسنج ثريشولد تيست، بدا ب 2 فولت او 0.4 مللي سكند، نزلت ب 1.75 1.5 125 1. طب انا عايز اعرف مايوكاردال كابشر ثريشولد فين؟ هو جاوب لنا عشان بس ايه ما نتعبش نفسنا. مايوكاردال كابشر ثريشولد على 1.25، اذا معناه ان عند 1 فولت حصل ايه؟ لوس اوف كابشر. خلينا نانلايز مع بعض ايه اللي خلاه يقول هنا لوس اوف كابشر. نروح نازلين على الهيس ليد، انت عندك هيس ليد في الاترال بورت والار في ليد في الار في بورت عادي. الهيس ليد هنا كان سنسنج عادي، هنا بدا يحصل معايا نيجاتيف ايه؟ ويف فورم. النيجاتيف ويف فورم او نيجاتيف يونيبولر ريكوردنج دوت او نيجاتيف باي بولر ريكوردنج اللي معايا دوت مهم جدا في معظم الايه تريسنجز بتاعتنا في البيس ميكرو، وهنستفيد بيها في حاجه اسمها افكتيف سي ار تي في المحاضرات الجايه او اللي فاتت، اعتقد المحاضره الجايه حاجه اسمها افكتيف سي ار تي. في بعض الاجهزه بتقرا النيجاتيف ويف فورم ديت وتروح مفسراها على انها افكتيف سي ار تي. اوكي؟ فده بالنسبه لي هنا افكتيف هيس باندل بيسنج للنيجاتيف ويف فورم. اول ما النيجاتيف ويف فورم ده راح الهيس باندل بيسنج ايه؟ اختفى. طيب كده انا جاوبنا السؤال ده خلاص بسهوله، انا عرفت فين الهيس الكابشر ثريشولد بتاعنا كام؟ احنا 1.25. في بعض الحاجات غير مفسره. اوكي؟ ايه بيس في سنس دي مفسر هيز بيسنج والار في سنسنج معايا. طيب ايه بيس ومفيش في سنس؟ قال لك عادي انترميتنت فنتريكولار اندر سنس ما فيهاش مشكله. بخلاص ايه ترانزيانت فنتريكولار اندر سنسنج عند الايه النقطه بتاعت 4. اوكي؟ هنا حصل سلايت تشينج في الاي جي ام، اللي حصل زي ايه؟ شارب بوتنشال في الحته بتاعت 1.5 فولت. قال لك due to loss of correction of bundle branch block على 1.5. يعني بص يعني ايه السبيوند اور سكوب يعني ايه دي ما تضايقناش. الاي جي ام اللي هو الفار فيلد دوت كان الار في كويل ما يضايقناش، انما يهمني ايه؟ نيجاتيف ديفليكشن اللي موجود على الهيس باندل ريكورد. اوكي؟ خش نيكست. طيب فيجر 17.2 حصل سادن برودنينج، دي اللي احنا قلناها مع بعض. The QRS complex which is visible is decremental output corresponding to transient from non-selective to myocardial capture. يعني دلوقتي الليد هنا معايا في سليرنج؟ اه في سليرنج. في نارو كومبلكس؟ في نارو كومبلكس. Mostly it's non-selective his bundle basin. ايه اللي خلاها بالشكل دوت وبقى في نوتشنج؟ النوتشنج ديت تميز مين؟ الار في بيسنج العادي اللي هو الميوكارديال كابشر العادي. يبقى انا فقدت الهيز بيسنج ولم افقد الميوكارديال كابشر، وده لاسوأهم. انا مش عايز اوصل لكده. لو انت وصلت للثريشولد بيعمل ميوكارديال كابشر اونلي وكل الاسئله اللي فاتت وعايز توصل للنقطه دي، ان انا مش عايز اوصل للميوكارديال كابشر اونلي، يبقى انا فقدت الهيز كابشر، يبقى العين ما استفادش. العين هيحصل له بيس ميكر انديوزد هارت فيل، بيس ميكر ميديت هارت فيل. اوكي؟ دي احنا قلناها ايه مع بعض. طيب الدياجرام ده بيوضح لنا الحاجات اللي ممكن نتوقعها واحنا بنعمل بيسنج ثريشولد اللي ايه للهيز باند الاريا. الشكل دوت سيلكتيف هيز باند البيسنج، في ايزو الكتريك لاين، مفيش دلتا، نارو كومبلكس. ممكن يبقى جاست اوبليجاتوري سيلكتيف بيسنج وبعد كده يحصل لوس اوف كابشر. اه خلاص ده دي سهله.
طيب ممكن يبقى نون سيلكتيف بيسنج في سليرنج، وبعد كده عند ثريشولد معين عند 4 فولت مثلا لو تحول ان هو يبقى سيلكتيف وبعد كده يحصل لوس اوف كابشر يا حبه حلو جدا. في بقى السلايد اللي فاتت بقى دي اوحشهم بقى، النون سيلكتيف على هاي ثريشولد عند 4 فولت يقلب على اونلي مايوكاردال كابشر بعد كده لوس اوف كابشر، وده انا مش عايزه. ايه الحاجات اللي انا عايزها؟ سيلكتيف ماشي، نون سيلكتيف ماشي، مايوكاردال كابشر اونلي مش عايزه، طبعا لوس اوف كابشر مش عايزه. النقطة دي خلاص اتوضحت شباب عشان نخش على النكست بارت. طيب الـ ECG أصعب شوية، 1 2 3 3 4 1 3 دي شكل QRS complex. خلينا نتعامل مع lead 1، نتعامل مع lead 1 لوحده. ايه الشكل دوت؟ very narrow complex smart، الدنيا تمام خلاص، يبقى ده غالبا his bundle based. طيب هل هو selective ولا non selective؟ انا قلت عليه selective. طب ليه سبب الكومبلكس الاقصر منه اللي بعديه؟ تعالى نزوم ان اوكي دوت his bundle based، ممكن يمشي selective او non selective، بس اللي بعديه ايه اللي حصل فيه؟ isoelectric line بالظبط على حسب مكان الديسيز فين دوت بيعوقني، ساعتها بقول ان الهيز باند بيسنج مش نافع. والاستاد اللي هنقولها برضو مع بعض في اخر المحاضره اوضحت ان تقريبا برضو الفيلير ريت قريب من الفيلير ريت بتاع الايه سي اس ليد، لسه الاكويبمنت بتاعتنا مش قويه ان انا اقول ان انا 100% هشتغل كوندكتيف سيستم بيسنج وزود فيلير، فده يعتبر احد العوائق اللي موجوده معايا. انا لو ما عملتش كوركشن ليفت باند يبقى انا بركب الليد ليه؟ بقول خلاص اتفيلد. تمام. انا مش بعرفه غير لما بعمل يعني اركب الايد واحطه في الهس واشوف وبيس واشوف. بالظبط، ما تعرفوش غير وانت بتعمل مابنج قبل ما تركب الايد. نفس فكره الكروني ساينس يا دكتور عمان. نفس فكره الكورونا ساينس، الكورونا ساينس احنا بنخش وبنحط كل الاكويبمنت بتاعتنا وفي الاخر ممكن ما نلاقيش مكان كويس، ما نلاقيش فرينك كابشر في كل حته. حتى تقول لي الرقم يا ماما. اوكي. عايزين نعمل ميوت يا شباب. طيب خلينا نشوف مع بعض الشكل. طيب خلينا نشوف مع بعض الشكل. النمبر 1 ديت نون سيلكتيف اسبوند بيس في سليرنج نارو كومبلكس في ليد 1 اوكي. نمبر 2 ده ايه اللي حصل؟ فجاه حصل رايت باند برانش، دي حاجه بنسميها نفس السيناريو برضو ان كوركتد رايت باند برانش بلوك اوكي. على الرغم ان هو بقى سيلكتيف بيسنج، يعني ده حصل سيلكتد في باندل بيسنج، ولكن الثريشولد دوت ما عملش كوركشن للرايت باندل برانش بلوك. ما اعتقدش اتز باد، يعني الرايت باندل ما اعتقدش انها باد لايك الليفت باندل، يعني مش برضه بالنسبه لنا مش مشكله. طب ايه اللي خلاني ان انا اقول ده بقى سيلكتيف بيسنج مع ان كوركتد رايت باندل؟ يلا حد يقول لي ليه انا قلت ده سيلكتيف؟ السليرنج راح فيها بس انا معلش الحته دي ضاعت مني في الاول برضه، حكايه الانكوركتد ليفت او الانكوركتد رايت. تمام. الانكوركتد ليفت او انكوركتد رايت هي دي نفس فكره، انا بتكلم عن هيز باندل كايه؟ ككابل كهرباء كويس؟ يا اما سيلكت او انان سيلكت كويس؟ اعرف ان انا كابشر او دون كابشر. الرايت باندل والليفت باندل هما برضه كابلات كهرباء. ساعات بعرف اصلحهم وساعات ما اعرفش اصلحهم، وساعات بصلحهم عند ثريشولد معين وساعات ما اصلحهمش عند ثريشولد معين. فهي تبقى هتختلف من مريض لمريض اخر. طيب فاهمني؟ يعني عند الثريشولد دوت انا بقيت سيلكتيف بيسنج اوكي، حصل لوس اوف مايوكاردال كابشر، ولكن عند الثريشولد دوت انا لم استطع ان انا اكوريكت الرايت باندل فظهر لي شكل رايت باندل برانش بلوك. انا مش اعرف اعمل بيسنج لغايه باندل فتطلع بشكل لغايه باندل شكل ده كويس. من جاني الشكل دوت يعتبر ايه اكسبتد، انت تلاحظ ان الليد في 5 في 6 كويسين، هو جاست شكل رايت باندل عادي جدا مفيش اي مشكله فيه. انا في الليفت باندل برانش اريا بيسنج ساعات بقى رايت باندل او انكمبليت رايت باندل. اتفضل يا دكتور.
يعني الرايت باندل ده النون كوركتد رايت باندل ده اكسبت يعني الرايت اكسبتد يا باشا مش يعني لو انا وصلت الليفت باندل مش اكسبت الليفت باندل بس اللي مش اكسبتد. طب بالنسبه للفيلي يعني الليفت باندل دي بتحصل قد ايه في الليد 40% برضه زي السي ار تي في الاستاد اللي لا الاستاد اللي اتعملت كانت تابعت لمده سنه كان 80% سكسس يعني معناها ان 20% في مش وحشه اوكي بس طبعا بالاكويبمنت اللي معانا يا دكتور نوفل يعني وربنا كرمنا كده الاكويبمنت حسنت الموضوع هي اعتقد هيبقى تسبيتر تمام طيب معاكم اهوت لحد ما تقولوا لي ايه الوقت للاسف فروم ذا هيس ليد اد درايف سايكل لينس الشباب اللي بيحبوا الاي بي انا دلوقتي عرفت الشباب اللي بيحبوا الاي بي انا دلوقتي عرفت الهيس باندل طب عايز اعرف ايه الايفكتيف ريفراكتري بيريود فبروح اعمل ايه بعمل بروجرام بيسنج واكسترا ستيميليشن جميل هو بيقول لك ايه اللي حصل بعد الاكسترا ستيميليشن انا عامل دلوقتي اكسترا ستيميليشن عند 310 ملي سكند والتريم بتاعي هو مكون من حوالي 9 بيتس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 بيتس اهي والبيت رقم 10 عملت على 310 ملي سكند اوكي انا شغال كل دوت ايه هيز باندل بيسنج I think it's non-selective. كويس. وانس ان انا جبت اكسترا ستيم عند 310 10 حصل لوس اوف هيس سبيسنج وحصل اونلي مايوكارديال كابشر بالشكل ده. فالاجابه بتاعتي هنا ايه اللي حصل؟ لوس اوف مايوكارديال كابشر. اوكي؟ ام سوري لوس اوف هيس كابشر حصل لوس اوف هيس كابشر وبقى اونلي مايوكارديال كابشر. دي احد الطرق في الاي بي اوركيشن ان انا اعرف الافكتيف ريفراكتري بيريود بتاعه الايه الهيس باند بتاعتي جميل طيب هاد فيدني في الريفراكتري بيريود بتاع الهيس ف الكارديا بس هو اللوت والهيس ما حصلش هيس كابشر بالظبط يعني معنى كده لو انا قسمت 60000 على 300 فالعين ده ممكن يجري على بريميل ويفضل سيليكتد هيز باند سيليكتد هيز باند كابشر لحد ما يوصل للتارجت اوكي ما بنعملهاش روتين بس يعني ايه نظريا ممكن تيجي في الاكزام طيب السؤال دوت بقى ايه نقطه رقم واحد هي بصراحة يعني حتة نظرية بزيادة بس انا جابه عشان هو تابع كتاب الاهرام زي ما انا شفت الافكتيف تراكتور بيريود ممكن في اثناء وانا على الاي جي ان انا بستخدم جهاز بروجرامر بس اعرف 100% امتى حصل لوس اوف هيس كابشر طيب اشبهها لكم ازاي ان انا دلوقتي بعمل في بيسنج بيعمل كابشر للاتريم عند انترفال صغير جدا حوالي 80 ملي سكند كويس او 180 ملي سكند في بيسنج من الهيس 180 ملي سكند في بيسنج من الهيس يعمل ريتروجريد اكتيفيشن للاتريم 180 ملي سكند حلو وانس ان انا نزلت بالاوتبوت ل 1.5 فولت عملت اكتيفيشن هنا عند الهيس ادي في بيس وما بقاش عندي لوكال اي جي ام هنا بتاع الهيس اوكي ام سوري في لوكال اي جي ام موجود على الهيس برضو عادي بس عامل اكتيفيشن للايثرم بعد قد ايه 260 ملي سكند فغالبا ده حصل بلوك للايه للهيس ريتروجريد وهنا اللوس اوف كابشر وهنا ومن ثم البيسنج سبيشال بتاعي عند 1.75 تمام عند 1.5 حصل صادم برولونجيشن للفي اي تايم صادم برولونجيشن للفي اي تايم ده معناه ان في لوس اوف كابشر تمام اوكي لحظه هذا معكم النقطه دي انا عارف انها صعبه شويه بس ايه نحاول نحفظها زي ما هي عشان لو جت في الاكزام اوكي
هو موضحها لنا هنا بنفس الصوره اللي احنا بنعملها بره هي سيم بيس. انا عامل سيلكت فيس باندل بيسنج هنا على اوتبوت 175 كويس، عمل ستيمولس اي تايم 180 ملي سكند. طيب نزلت بالاوتبوت حصل لوس اوف هيس كابشر وحصل مايوكاردال كابشر، ومايوكاردال كابشر ده راح اخد السكه لايه، السكه الاطول داخل من الرايت باندل للايفينود ريتروجريد، فالاس اي تايم او الستيمولس اي تايم طول معايا 260 ملي سكند. هو حتى موضح بيقول لك this observation is similar to parahesian performed in the electrophysiological laboratory to evaluate the presence of septal accessory pathway. نفس الفكره بالظبط. A caveat is the atrial capture by the Hess lead has at high pacing output which shortens the stimulus A interval. Sudden lengthening of the intervals in atrial capture is lost by decrementing the output. Okay. يعني انت لو فضلت تقلل output اكتر مش هيحصل retrograde activation. real time EGM what is observed شغالين a sensing v pacing a sensing v pacing a sense v sense. هنا حصل بقى الحاجه اللي احنا خايفين منها من الهيس باند بيس، اللي حصل over sensing by the his lead. الهيس ليد عمل over sensing للاتريال سيجنال على انها ventricular سيجنال، وعمل ايه بوز وهيعمل سينكوب للعين. اوكي اوفر سينسنج للاتريال سيجنال على انها فنتريكولار سيجنال فعمل بوز. اوكي دي احد اهم عيوب الايه الفنت الهيس باند بيس. عشان كده بنقول بنختار بطاريه ايه فيري هاي سنسيتيفيتي اللي هي 0.3 ملي فولت، مش ينفع نختار بطاريه اللي هي 1.2 ملي فولت. تمام نحاول نختصر في خلال ربع ساعه عشان ما نعطلش بقيه الشركات. طيب ليفت باند برانش اريا بيسنج ديت انا موست ريسنت ريسيرش لقيته معانا، وكان واخد 300 عيان ببلشد في شهر 5/2023 بيقارن ما بين ليفت باند برانش اريا بيسنج اند باي فنتريكولار بيسنج از انيشال ستراتيجي اوف كارديك سينكرونايزيشن. عايز يستخدمه بدال السي ار تي. اوكي راحوا جايبين العيان يعملوا راندمايزيشن اسمها سينكروني ترايل، وال بهدف ايه او الهايبوثيس بتاعتنا ان احنا في بروسيجرال بنفيت، هيبقى في لو بسنج ثريشولدز ليس فلوروسكوب تايم شورت بيست كيو ار اس ديوريشنز كومباريزون تو ذا باي فنتريكولار بيسنج، وفي خلال الفولو اب عايزين يحققوا ان في امبروفمنت للفنتريكولار اجكشن فراكشن ونقلل هارت فيلير هوسبيتاليزيشن. وتقريبا معظم التاجر اتحققت معاهم خلال 320 يوم، يعني خلال سنه تقريبا. اوكي طيب استخدموا 300 عيان كلهم كان فيهم كرايتيريا اللي هم فور سي ار تي ليفت فنتريكولار اجكشن فراكشن من 35% مع ليفت باند برانش باي ذا ستريكت شتراوس كرايتيريا، او ليفت فنتريكولار اجكشن فراكشن اقل من 40% واكسبكتد ار في بيسنج اكتر من 40% دي ار نيدنج بيسنج. زي اكسكلودد البريفيوس اتيمبتس اوف سي ار تي وفيلير للسي ار تي ونون ريسبوندرز، واكسكلودد الميكانيكال ترايكاسبيد فالف، ودول بوبيوليشن انا مش بحاول معاهم مره ثانيه في السي ار تي بالتاكيد. اوكي الميزه ان هم بصراحه اختاروا اللي هو التيبيكال ليفت باند اللي هم الاكثر عينين بيتحسنوا مع السي ار تي، فهم قارنوا احسن عينين بيتحسنوا في السي ار تي ما بين السي ار تي وما بين ليفت باند البرانش اريا بيسنج، اللي هو بالنسبه لهم بيقولوا ان حققنا سوبريورتي، وان كان طبعا بالنسبه للعدد دوت اعتقد ان هي اتليست نون انفيريورتي للاي ال سي. حققوها في ايه في الريت اوف هوسبيتاليزيشن، ولكن ما عرفوش يحققوها في الايه في الاول كوز مورتاليتي. طب بالنسبه للسكندري اوت كوم ايوه امبروفمنت اوف نيها كلاس في الليفت باندل اريا 80% احسن من 68% في الباي فنتريكولر، شورتر كيو ار اس ديوريشن 123 ملي سكند كومبيرد تو ذا افريج اوف 149 ملي سكند في الباي فنتريكولر بيسنج، وذا بي فاليو هيرويك اقل ليس ذان 0.01، فيعتبر هما في البرايمري اوت كام حققوا حاجه كويسه جدا، سكند اوت كام حققوا حاجه كويسه جدا، ودي حاجه بتقول ان ممكن الليفت باندل برانش اريا بيسنج يريبليس سي ار تي. اوكي هما النقطة دي بقى لازم ناخد بالنا، هما achieved the success of left bundle branch pacing 58% بس I'm sorry success of left bundle branch pacing حقق 58% relative risk reduction and primary efficacy composite outcome. يعني ال strict selection of the left bundle branch
حسن الاوت كوم باي 58%. يعني الموضوع ده بيميل اكتر ان احنا مش نحط في اي حته في السيستم، لازم نعمل ليفت باند كرانش بيسنج سيلكتيفلي. اوكي، ما كانش في سيجن ديفرنس ان بروسيجر ريليتد كومبليكيشن في ريجاردنج سيفتي، برضو الدنيا كويسه. طيب احنا قلنا higher threshold lower airway amplitude potential to develop distal conduction block ان انت تفيل ان انت كوركت الليفت باند الموجوده معانا، كل الحاجات دي بنحاول نحلها في الايه في الليفت باند برانش اريا بيس. اوكي، طب وات ار ذا ستيبس؟ ترانس فينوس اكسس، ترانسيبتال بيسمنت اوف ذا بيسنج ليدنج تو ذا ال في سيبتال سب اندوكارديوم في الليفت باند برانش اريا بيشن، بعد كده كونفيرم الليفت باند البرانش. طب الخطوات اللي هي الالف اللي هي كونسنسس معانا، هما قالوا يفضل ان احنا نعمل ايكو ونتاكد ان مفيش في سكار في السيبتم، ونقيس السيبتال ثيكنس علشان ابقى عارف ان انا هخش جوه السيبتم قد ايه. طيب انا السيبتم ده احنا هنقيسه في حدود قد ايه؟ 10 مللي. الليد ديستال ديب بتاعته حوالي 1.8 سنتي، يعني 2 حوالي 20 مللي. طب ازاي اخش جوه 10 مللي؟ يوجوالي بخش تانجنتال مش بخش بيربنديكولار على الليفت باند. يعني التكنيك يفضل ان انت تخش تانجنت، لو دخلت بيربنديكولار هتبقى تعمل بيرفوريشن بسرعه اكتر. طيب في انترنسك ليفت باندل ولا نون ليفت باندل؟ انترنسك ليفت باندل، لازم فنتريكولار باك اب. النقطه دي احنا كلنا بنهملها اللي هي الفنتريكولار باك اب، لازم تجرب ان انت تضرب الليفت باندل والعين يخش في هاي جريد اف بلوك عشان تحرم تعمل ما تعملهاش تاني. لازم يبقى معاك فنتريكولار باك اب بيس، ترانزنت بيس ميكر موجود معانا، تركب ار في ليد او اي سي دي ليد اول وصله، لان وانس ان انت خبطت الليفت باندل وخاصه لو عينين الليفت باندل كبيره جدا ملي سكند 210 ملي سكند، دور الليفت باند از فيري از فيري ديزيز، مش هتشيلك مجرد ما تلمس الرايت باند العين هيز الاسيست. اوكي، باك اب بيسنج ما ننساوش. طيب حد واجه المشكله دي قبل كده وهو بيركب بيسنج ان هو ضرب الليفت رايت باند وحصل العين نزل اسيست؟ لا، احنا ساعات الدكتوره رانيا لما بيبقى العيان ليفت باند عندنا في التامين الصحي بنحط باك اب بيسنج بترانزيانت واير واحنا بنركب سي ار تي. لو فيري جود تشويس، احسن حاجه احسن حاجة. حتى ايفن لو انت حطيت الار في ليد بتاع السي ار تي بتبقى انت مش هتعرف تقيس بالبطاريه ولا تعمل اي حاجه، والوقت اللي بتفصل الار في ليد وتيجي توصله في البطاريه بيبقى وقت حرج جدا، فهو ترانزنت بيسنج طبعا من الحاجات المهمه. اوكي، فينوس اكسس فروم ذا ليفت سايد از بريفيرد ويز سيت 315 هيس شيز، ده اللي احنا متعودين عليه. وبعد كده بنخش على الار اي او فيو، احنا بنعرف مكان الهيس ونخش على الار اي او فيو. الار اي او فيو بعمل زي بيربنديكولار لاين من مكان الهيس لحد الايبكس، ببدا اتحرك على البيربنديكولار رايت دوت ديستالي تورز الايبكس لحد ما الوكيت الديستال هيس باند لوكيشن، وبنزل 1.5 سنتي ناحيه الار في ايبكس. جميل، في بعض الناس بيقول لك مش لازم نجيب اللي ايه الهيس باند الاريا، ابدا اتحرك في نفس الاتجاه دوت وانت موصل الليد بتاعك لحد ما تجين بيز دي كيو ار اس مورفولوجي على شكل دبليو شيب. يبقى اول ما ابدا اعمل بيسنج من ناحيه الرايت سايد بتاع السيبتوم بيجي لي دبليو شيب كومبلكس في 1. اوكي، طيب اتاكدت ان المكان ده حلو، ابدا اعمل سكروينج للال في سيبتوم لفتين ثلاثه واقيس، لفتين ثلاثه واقيس، ويعني هي على واتس كولد ايه رايت باندل مورفولوجي بي في سيز. رايت باندل مورفولوجي بي في سيز دي معناها بنسميها ليفت باندل ايه، انا نسيت المسمى، لان كانك خبطت ليفت باندل فيجي لك رايت باندل مورفولوجي بي في سيز، معناها كده انت خلاص وصلت للليفت باندل. جميل، طيب بعد كده بنروح عاملين ايه انجيوجرافي عشان نشوف الديبث بتاع ليفت باندل برانش ليد في الفنتريكولار سيبتوم. اوكي، شيز انجيوجرافي، بتاكد بحاجه اسمها فالكرام ساين او نقطه الارتكاز، بحاول ان انا اسحب الشيز شويه وانزل لتحت عشان اتاكد ان الليد ماسك في مكانه، ويروح عامل لي شكل الايه فالكرام شبه منقار الايه بجع، وبتابع الامبيدنس وانا بعمل سكروينج. المفروض الامبيدنس انها تبدا تعلى تعلى 700 800 900 وبعد كده تبدا تدروب، ما تخليهاش تدروب تحت ال 400 عشان معناه ان انت في ات ريسك ان انت تدفوريت على الناحيه الثانيه. طيب متأكدت من الحاجات دي بحالها، بعمل سلو تيرنينج تاني، اخش حوالي 6 ل 8 ملم اور ريكوردد رايت باندل بيرشت مورفولوجي. جميل، انا افويد بيرفوريشن، هنتست على ديفرنت اوتبوت
وبعد كده نقيم بقى الايه الفاينل بتاعك. طيب بتست يوني بولر ولا باي بولر؟ بتست يوني بولر. ديستال تيب موجود على ناحيه الليفت باندل، انما الانود موجود على الايه رايت سيبتوم. اول حاجه بيز مورفولوجي كيو ار باترن او رايت باندل برانش باترن. اوكي نعمل ريكوردنج للليفت باندل بوتنشال ان كان دي صعبه. تمام بقيس ستيمولس البيك اللي هي تبقى شورتند ابروبتلي ويز انكريزنج اوتبوت ريمينز شورتست كونستانت از لو اوتبوت، بقيسه من السبايك لحد الار ويف او بيك ار ويف بتاعه في 6 يفضل انها تبقى كام؟ اقل من او يساوي 80 ملي سكند. اللي دي خلاص مش محتاج انا كفايه عليا النقط دي بحل اللي هي ايه مورفولوجي بتاعت في 1 ان انا ريكورد الليفت باندل بوتنشن ان انا اقيس ار ويف بيك تايم او ليفت فينتريكولار اكتيفيشن تايم. جميل نقول بعض الهنتس بتاعت الليفت باندل برانش بيسنج. وين ذا ليد از بليسد فروم ذا رايت فينتريكل سيبتال تو ذا ال في سيبتال سب اندوكارديال في الليفت باندل ريجن ذا بيست كاريس بينج فروم الليفت باندل. الليفت باندل اللي هي دبليو شيب باتر تو ا رايت باندل اللي هي كيو ار باتن او انكمبليت رايت باندل مورفولوجي. هذا ال في از اكتيفيتد ايرليير ذان ذا ار في. اوكي خلينا نشوف البوزيشن دوت. دي الطريقه اللي كانت موصوفه في الجايد لاينز بس هي إيه طبعا ما بتطبقش. دول كانوا بيركبوا تو ليدز، واحد هيز باند ليد بعد كده يروح راسم خط زي ما انتم شايفين كده من اول هيز باند ليد لحد الايبكس ويبدا يتحرك على طول الخط دوت. ده طول الخط دوت الايه الليفت بوستيريو فاسيكل بتاعت مين؟ بتاعت الليفت باند. هذا الليفت باند وبعد كده الليفت بوستيريو فاسيكل بتاعت الليفت باند. اوكي كل ما اعلى كل ما 2 و3 وفي ببص في كل ما بقى اوطى 2 و3 وفي ايه نيجاتيف. عظيم. طيب هو راح دخل اول ما بدا عمل بيسنج عند في 1 كويس جاب دبليو شيبد مورفولوجي حلو جدا شايفينه مع بعض. تعال نزوم ان جاب دبليو شيبد مورفولوجي حلوه جدا كويس عند 6 فولت على 0.5 ملي سكند الستيل دبليو شيبد مورفولوجي. عند 8 فولت اعمل كابشرنج لمين؟ للليفت باندل وحقق اكتيفيشن تايم اوف 72 ملي سكند. ده حلو جدا بس على كام؟ على 8 فولت. قال لك لا المكان ده مش حلو الثريشولد عالي فهو عامل كابشرنج سيلكتف للليفت باندل برانش عند الحته ديت بس عند 8 فولت. قال لك ده مكان مش كويس. كويس النقطتين اللي بتقول لنا ان دي ليفت باندل في كيو ار باترن. اول حاجه انا بيسنج على الرايت سايد بتاع السيبتوم بيديني الدبليو شيب باترن اللي هي ليفت باندل برانش مورفولوجي. بعد كده لما اخش على الليفت سايد بتاع السيبتوم بيبدا يديني رايت باندل مورفولوجي او كيو ار باتر. بشوف الليفت فينتريكولار اكتيف تايم اللي هو من سبايك لحد البيك بتاع الار ويف في 6 اللي هي من 107 حصل شورتنج ل 72 يبقى انا كده سلكت. ولكن عندي ديفو هنا ان طبعا على ايه او بوت عادي. قال لك خلاص معلش هنخش نختار مكان تاني. كويس طيب ايه اللي معانا هنا؟ عند 5 فولت سيلكتيف ليفت باندل. عند 3 فولت حصل لوس اوف ليفت باندل مكان وحش. عند 5 فولت كان 80 ملي سكند الايه ليفت فينتريكولار اكتيفيشن تايم. عند 3 فولت 116 ملي سكند مكان وحش اضطر اغير مكان. جبت مكان كويس جدا بقى. ايه هو عامل ايه بقى؟ راح نازل بالليفت باندل ليد بتاعه لتحت في الار يو او زي ما احنا شايفين. كان هو كان مكانه هنا راح نزل تحت على ناحيه الليفت بوستيريو فاسيكل شويه. كويس واتضح دوت من شكل ليد كام؟ ليد 2 و3 وفي اف بداوا يبقوا نيجاتيف هو نزل انفيريوري شويه وراح طالع بالشيس بتاعه لفوق وراح عامل فالكرم ساين. شايف شكل الفالكرم ساين؟ هينج بوينت شكل بجع. كويس وراح عامل حاجه اسمها شيس انجيوجرافي مش واضحه في الصوره دي قوي بس ايه بيروح عامل صبغه فتشوف الايه السيبتوم سيبتوجرافي السيبتوم بتاع الايه اللي فيه. طب ايه اللي قاله ان المكان ده حلو؟ ان هو عند بيسنج عند مالناش دعوه بالهيز باندل احنا ما بقاش نستخدم الهيز باندل ماشي احنا بنستخدم الايه الليفت باندل. لما كان بيسنج على 5 فولت عامل رايت باندل برانش مورفولوجي كيو ار باتر. عند 1 فولت كيو ار باتر 0.5 ستيل كيو ار باتر. كويس ار ويف بيك تايم ايه
72 عند 5، 72 عند 1، 72 عند 0.5، الاثنين قليلين وحصل شورتنج للار اف بيك تايم كويس جدا 108 72. اليونيبولر امبيدنس كام؟ 580. يبقى الراجل اتقاس كل الحاجات اللي هو ايه اللي احنا عايزينها، ما نزلش بالامبيدنس ايه، ما عملش بيرفوريشن للسيبتوم، عمل شورتنج كويس جدا تحت 80 ملي سكند للار اف بيك تايم، عمل كيو ار مورفولوجي روعه عند في 1. This is a good position. اللي فات دوت كان ليفت باندل بوزيشن اهو مش حلو، اللي جه دوت ليفت باندل بوزيشن كده. فهمنا ازاي ايه الفيليا سببه ايه؟ ان انا هو الليفت الريجولار اكتيفيشن باترن ده بيقيس من فين لفين؟ اه الليفت فينتريكل اكتيفيشن تايم المفروض ان انت في اي حته تقيس الليفت فينتريكل اكتيفيشن تايم في اي ليد. الادق اللي احنا درسناه اللي اتدرس وتحقق ريزلتس يعني ان انت تقيس من السبايك لحد الار ويف بي في 6، عشان كده بنكتبها زي في 6 ار دبليو تي، ار دبليو تي في 6 ار دبليو بي تي، في 6 ار ويف بيك تايم ده اللي بتقيس. تمام. وحضرتك عاوز من كام لكام؟ او يعني عايزه تحت ال 80 ملي سكند. تمام يا فندم. ده نفس العيان برضو حصل امبيدنس انكريز لحد 790 ونزل تاني ل 620. اوكي. وشكل كيو ار باترن بتاعتنا ثابته في كل الايه؟ في كل الليدز. طيب احنا اتكلمنا خلاص اهو البيشنتس نون ليفت باندل ديورنج الانترنسيك، اللي ما عندوش ليفت باندل برانش ديورنج الانترنسيك ريزم ممكن اديتكت الليفت باندل برانش بوتنشال شود اولوز بي ريكوردد فروم ذا ليفت باندل برانش ليد. هو بصراحه صعب بس لما بنلاقيه بيبقى حاجه كويسه جدا. واذا بوتنشال تو سيمتريك انترفال 20 30، ركز معايا كده بقى. الاتش في انترفال نورمال بتاعها كام؟ 35 ل 50. انا ممكن اشوف ايزو الكتريك لاين واضح من السبايك للفي، ايزو الكتريك لاين واضح اقول على اساسه ان انا سلكت. لما هنا من 20 30 ملي سكند صعب ان انا اشوف، يعني هي مجرده في الاي سي جي العادي بالسكيل العادي ان انا الاقي الايه 20 30 ملي سكند اللي هي السبايك بتاعه الليفت باندل لحد الفي. اوكي. في الليفت باندل بلانش بلوك مش هتلاقي بوتنشلز، كان اونلي بي ريكوردد ديورنج ريستوريشن ليفت باندل كوندكشن عن طريق الهيز باندل، مش هتعرف تسجلها لو عنده ليفت باندل بلانش بلوك. ليه؟ الليفت باندل ما بتوصلش. هما ساعات بقى بيرجعوا ليفت باندل ديت بطريقه، بس طبعا دي حاجه معقده، هو يروح حاطط هيز باندل ليد او حاطط طرف الهيز ويعمل هيز بيسنج عشان يكوركت الليفت باندل وابدا اشوفها على الايه على ستارت الليفت باندل. كلام بصراحه انا شايف ان هو ايه معقد بزياده. اوكي. ما جبتش ليفت باندل بوتنشال اعتمد على الثلاث خطوات بتوعنا، بتبيس من السبتال ار في سبتوم دبليو شيب ان في 1، بتسكرو بيبدا يحصل كيو ار باتل، سكرو اكتر تقيس الار ويف بيك تايم تلاقيها قلت واقل من 80 ملي سكند. طبعا الامبيدنس زي ما احنا قلنا البيسنج ستيمولس تو ليفت فينتريكل اكتيفيشن تايم ستيم الفات اللي هي في 6 ار ويف بيك تايم ديت الابروفد من الاهرا كونسنسس بتاعنا از ديفايند از انترفال فروم ذا بيسنج ستيمولس تو ذا بيك اوف ار ويف اند از اوفن يوزد تو ريفلكت ذا لات بريكورديال مايوكارديال بولاريزيشن تايم ان ليدز من في 4 لحد في 6. اوكي. ليش معنى الفي 6؟ علشان الاكتيفيشن تايم من السيبتم لحد اللاتر، هو ده الكلام اللي قالوه، تعتبر هي اطول فتره اكتيفيشن، فانا عايزها تبقى اقل مساحه، معناه ان انا اقل ديلاي من اول السيبتم لحد اخر القلب 80 ملي سكند، بمعنى ان انا الكيو ار اس مورفولوجي هيبقى ايه؟ عمره ما هيزيد عن 100 ملي سكند. ستيم الفات times the shorts are properly with increasing output or remains shortest and constant both at low and high output suggest lift bundle the branch caption. دي احنا شفناها مع بعض عمليا في الايه في السلايد اللي فات. طيب في procedure evaluation للتولز، احنا قلنا هنقيس الثيكنس، عايزين فينتريكولار باك اب اتكلمنا عنهم. التولز بتاعتنا شبه بتاعت اللي هي الهيز بوندل بيسنج، برايمري كيرف سكندري كيرف ليومنلس ليد. في دلوقتي طبعا في ستايل دريفن ليدز بقت موجوده في بعض الشركات اعتقد من بايترونيك، ستيرويد روتنج ليد 1.8 ايه مليمتر يعني 2 مليمتر. اوكي. طب انت لما بتسكرو قد ايه دوت لحد هنا بيبقى الانود لازق فين؟ في الار في 6.
اوكي يعني تقريبا لو انت حسبتها هتلاقي 10 ل 12 ملم بيخش جوه السنت. هما كاتبين من 7 ل 8 باي بوك، من 7 ل 8 ملم جوه السنت اكسبتد. طبعا احنا مش بيربنديكولار، ما فيش اي تانجنشال. اوكي ميجرمنت ان يونيبولر كونفيجريشن اتس موست. هنجيب سؤال مع بعض عن موضوع اليونيبولر. يعني ليش سايت اوف ليفت باندل 1-1.5 سم ديستال للهيز باندل ليد توردز ار في سيبتون. الشيز زي ما احنا قلنا بيبقى كونتر كلوك وايز روتيشن تو مينتين الاورينتيشن على السيبتون، 3 ل 4 لفات في كل مره، ونقيس ونأسس. عايزين ريكورد الكرنت اوف انجل اللي اتكلمنا عنه، الاس تي ليفيشن اللي موجوده جوه الايه ديستنس انالايزر. اوكي طيب وانت بتادفانس السكرو لازم عينك تبقى شغاله في كذا حته. اول حاجه النوتش على البيس دي كيو ار اس في في 1 ويل موف فروم ذا نادير، اللي انت معنى تاني ان انت بتتحول من الدبليو كيو اس باترن في في 1 الى كيو ار. اوكي بتتحرك كل شويه ناحيه ايه الار ويف. انكريس في اليونيبولر بيسنج امبيدنس بيزيد. تشينج في الليد بوزيشن امونج ويز ذا فالكرام ساين فلوروسكوبي اللي عشان نتاكد من الهنج بوينت ونعمل سيبتوجرافي بالصبغه. If perforation of the LV lead occurs simply with the lead and not is not adequate, the lead must be repositioned at a different location. ما ينفعش ان انت تسحبه وتسيبه في مكان، شيله وروح حطه في مكان تاني، المكان ده خلاص اتحرق. When to stop advancing the lead، امتى بقى تقول ان انت قربت تخرج؟ اول حاجه تشوف premature ventricular complexes of right bundle branch بيسموها fixation beat، كويس انا افتكرت الاسم. دي بيسموها fixation beat. اوكي؟ دي مهمه جدا ولازم تبقى عينيك مع في الاي سي جي وتلاحظها وتسجلها. فيكسيشن بيت دي معناه ايه؟ ان انت عملت فيكسيشن للليد في الليفت باندل فرحت مطلع رايت باندل برانش بوتنشال في ماتيور كومبلكس. اوكي لازم كيرفول مونيتورنج للامبيدنس انها تبقى اعلى من 500 وما تنزلش تحت ال 400 بالبولر بيسنج. اوكي هنا الثريشولدز بتاعتنا ايه؟ لا اقل من 1.5 في العادي بتاعنا 1 فولت، ده اقل من 1.5 على 1.5 ملي سكند، فالثريشولد بتاعتي احسن من الهيز باندل بيسنج بالتاكيد. Is there a potential for coronary artery injury؟ To avoid injury of the coronary artery especially as a septal perforator it's preferable that the lead placed inferiorly and posteriorly ناحيه الليفت بوستيريور فاسك. تقريبا ملاحظ ان معظم الناس اللي بتركب في الوبينارز والسيمينارز الليفت باندل برانش روح مجرب بروكسيمال بعد كده تلاقيه راح زحف تاني ايه؟ inferior بوستيريور ناحيه الليفت بوستيريور فاسكل. اوكي of the large septal branches of the anterior septum عشان اتجنب coronary artery injury. وده شكل الاي سي جي اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. اوكي ده شكل الاي سي جي عن طريق اللوت سي ار تي اللي هو الليفت باند برانش اوبتمايزد بيسنج اللي هو مشغل سي ار تي ومشغل ليفت باند برانش بيسنج مع بعض. ده عيان كان عنده كيو ار اس ديوريشن 216 طبعا عايز دوت لازم تركبه ترانزن بيس ميكر عشان ما يحصلش هارت بلوك. اوكي عملنا ليفت باند برانش بيسنج حصل كيو اس ريدكشن ل 162 قالوا لا ده مش كافي نروح مركبين ال في لي 20 ملي سكند مع اللوت سي ار تي ودي الاستاديز اللي هي لسه ان جوينج دلوقتي. اوكي الرايت باند برانش مورفولوجي احنا بنشوفه مع ليفت باند برانش بيسنج ده حلو في في 1. اوكي مش شرط ان انا احافظ عليه زي ما هو. الرايت باند برانش ده كان عامل لي وايد انكيورس كومبلكس لما ظبطت الاي في ديلي راح عامل لي كومبليت كوركشن للرايت باند وبقى شكله اولموست نورمال بالشكل ده. فبرضه اوبتمايزنج الاي في ديلي في العينين بتوع ليفت باند برانش اريا بيسنج بيعمل نتيجه كويسه جدا زيه زي السي ار تي. لا معلش يا دكتور محمد الحته دي مش فاهمه، يعني العيان ده قبل ما يركب كان عنده رايت باند؟ لا قبل ما يركب كان عنده ليفت باند 163 ملي سكند. بعد ما ركب راح طالع لي شكل رايت باند الحلو اهو، قلت خلاص انا عامل ليفت باند برانش ماشي بس ما حققتش كيو ار اس مورفولوجي ايدنتيكال للانترنسيك. قعدت اغير في الاي في ديلي عملت لها شورتنج عن الايه وطولتها وقصرتها شويه هنا عند 30 ملي سكند رحت مطول الاي في ديلي ل 100 ملي سكند حصل ان انا عملت كومبليت كوركت ليفت باند مع ميموري تي ويف موجوده معايا وكومبلكس اولموست ايدنتيكال للايه للساينس ريزم بتاعي. فديت احد الفاريبلز اللي دخلت في الليفت باند بيسنج اللي هي الايه اي في دي ديلي اوبتمايزيشن. اوكي طيب
خليني ابص على الصور دي وبعد كده اخش على السؤالين بتوع الاي عشان ما اطولش عليكم. هنا استخدم دول تشيمبر بيس ميكر عشان يتشيف سي ار تي جاست رايت اتر ليد واند ليفت باند برانش الي ريد ويز جود ستابيليتي. خلاص العيان بقى مركب سي ار تي ببطاريه دي 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 بالسعر الفلاني. فطبعا ده تشالنجنج بالنسبه للشركات انهم لازم يدوروا الاكويبمنتس بتاعتهم. اوكي شكل الليفت باندل في البي اي اهو، شكل الليفت باندل برانش بيسنج في الالي او اهو بيربنديكولار على السبتوم. السبتوم ماشي فين؟ ماشي جنب الاسباين في الالي او، لا عمودي عالي. اوكي خلينا نبدا بقى ايه الاسئله بتاعت الاهرام. Threshold test at implantation of the left bundle branch area pacing lead with decrementing output the unipolar configuration. Loss of capture occurred على 0.7 volt على 0.5 millisecond. جميل؟ قال لك what event is denoted by asterisk؟ أنا دلوقتي شغال left bundle branch pacing، حصل هنا change في المورفولوجي بتاع QRS، حصل هنا loss of capture. هل ده لوس اوف انودال كابشر؟ يعني ايه لوس اوف انودال كابشر؟ يعني انا شغال كاثود وانود باي بولر بيسنج وحصل ان اللوس للايه للرينج. طبعا العين بيقول لك ان هو يوني بولر فالاجابه غلط من الاول. هنا شغال ديورنج يوني بولر اهو ان يوني بولر كونفجريشن فدي غلط. لوس اوف انتيريو فاسيكولار كابشر معرفش. لوس اوف ليفت باندل برانش كابشر الاجابه الايه السحريه بتاعتنا في اي حته. loss of myocardial capture ايه اللي حصل معايا؟ الامبليتيود بتاع ليد 1 قل فتحولت من انا نون سيلكتيف ليفت باندل بيس الى سيلكتيف ليفت باندل بيس. نفس فكره اللي هي نون سيلكتيف وسيلكتيف باندل بيس، حصل loss of myocardial capture بقيت جاست سيلكتيف ليفت باندل بيس. اوكي طب السيلكتيف ليفت باندل بيسنج حصل يا دوبك شورت، انا هظبط يعني مثلا حصل عند 0.8 فولت سيلكتيف، يبقى انا هظبط البطاريه بتاعتي على 0.8؟ لا طب انا هظبطها على النون سيلكتيف عادي وده بيحقق نفس النتيجه بتاعت السيلكتيف ليفت باندل بيس. تمام يبقى انا بستخدم نفس الطريقه دي. طب هو بيبرهن ان ده سيلكتيف على اساس ايه؟ انا عايزك تحفظ حكايه اللي هو الايه الامبليتيود اللي قال، وهنا راح مزود عليها قال لك ان الكيو ار باترن بقت رايت باندل برانش باترن. رايت باندل برانش باترن بتدينوت سيلكتيف ليفت باندل بيس. اوكي طيب هنا ازود لي نقطه ان ده انترنسك ريزم ويز 2 1 ايفي كوندكشن. لو تقارن الانترنسك ريزم والاكسس بتاعه مقارنه بالليفت باندل اولموست ايدنتيكال فيري نارو كيو ار اس، فمعناه الليفت باندل برانش بيسنج ده بيعمل اولموست نورماليزيشن للبيسنج كومبلكسز بتاعه. طيب بيشنت ويز سلولي كوندكتد اي اف اند ليفت باندل برانش بلوك، عنده ليفت باندل برانش بلوك وسلو اف امبلانتد وليفت باندل برانش اريا بيسنج الاي سي جي انترنسك ريزم ويز يوني بولر بيسنج شون في 25.1. هنا انا شغال يوني بولر بيسنج. ثريشولد تيست بيرفورمد ان ذا باي بولر كونفجريشن، ايوه خد بالك بقى نعمل ثريشولد تيست بالباي بولر كونفجريشن الحاجه اللي احنا ما بنحبهاش، احنا بنفضل نعمل على اليوني بولر ونظبط البطاريه يوني بولر لو امكن كمان. اوكي دوت الانترنسك ريزم ودوت الباي بولر بيسنج. ركز معايا عشان ده مش السؤال مش في السلايد، السؤال في السلايد اللي بعدي. خلينا نحفظ شكل الكومبلكس بتاعنا في الباي بولر بيسنج ايه اللي حصل. العيان عنده كيو ار باتر، عنده كوركشن للليفت باندل ومع ميموري تي ويف، عنده يعني لحد ما سمول كومبلكس موجود في ليد واحد وفي ستة، فشكل دوت ايه سيلكتيف بيسنج ويوزنج الباي بولر. طيب سبيشال تيست ويز باي بولر بيسنج عند 0.5 اوكي ام سوري دي يوني بولر عشان ما لخبطكمش معلش، ده يوني بولر اعمل سيلكتيف ليفت باندل بيسنج ده يوني بولر اوكي ده البانل دي. جميل حفظنا شكل السيلكتيف بيسنج اه، عملنا بقى بيسنج باي بولر. اوكي هاو دو يو اكسبلين ذا ترانزيشن ان ذا كيو ار اس كومبلكس عن 1.75 ايه الحته دي ايه اللي حصل فيها؟ حصل فيها ان بقى شكل البيسنج بتاعي سيلكتيف ليفت باندل
يبقى انا حصل معايا ان انا فقدت الانود الكابشر هنا النون سيلكتيف الجزء بتاع الماسل اللي الرنج بيعمل له كابشر، فيبقى كده الكلمه اللي جايه بتاعتي ايه؟ اوف انود الكابشر. واضحه يا شباب ولا نرسمها؟ لا مش واضحه معلش. مش هنرسم مع بعض. طيب انا دوت الايه اللي في 6 كويس، وده الليد داخل جوه ال في 6 كويس. الليد في ديستال بول ده الكاثود، في رينج ديت الانود. حلو، لو انا عملت انود البيسنج بس من الحته دي اوكي اوبشن ادي لسه خلاص كده احنا رسمين شكل معانا. انا عملت يونيبولر بيسنج من هنا بس شورلي انا ناحيه الليفت سايد شورلي هعمل سيلكتيف ليفت باندل كابشر اهو، ده اللي موجود فين؟ في اليونيبولر بيسنج سيلكتيف ليفت باندل برانش كابشر اللي هو رايت باندل مورفولوجي وسمول امبليتيود في ليد 1 اند في 6 اوكي. لو انا عملت بيسنج من الانود، لا ده انا هعمل مايوكارديال كابشر بس، لو عملت بيسنج من بوث هعمل نون سيلكتيف ليفت باندل كابشر ليفت باندل مع مايوكارديوم حواليه. تمام، هل هو اكسبتد في الحاله ديت؟ اه اكسبتد سيناريو كومبلكس مفيش اي مشاكل، ولكن في بعض الحالات الانود ده بيبقى بره ويحصل انودال كابشر ويحصل وايد كومبلكس عنيف، لا ساعتها استخدم يونيبولر بيسنج بس. طب اللي حصل في الحاله دي ايه؟ البيسنج ثريشولد بتاعنا فضلت اقلله لحد ما وصلت 1.75، عند 1.75 حصل لوس اوف انودال كابشر، ده ما بقاش كابشر واصبح يونيبولر اونلي، لوس اوف انودال كابشر مع هو بقى يونيبولر بيسنج اونلي. اوكي تمام كده واضحه يا فندم زي الفل يا باشا.